السلام عليكم ورحمة الله، أهلا صباحكم بالخير مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم معنا بحلقة جديدة من وسط البلد، وهذه الإطلالة الصباحية اليرموكية على المشاهديها الكرام. وكالمعتاد لنضع على طاولتكم الصباحية سلة متنوعة من الأخبار في شتى المجالات من هنا وهناك حسب ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام والصحف المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي، المواقع الإخبارية الإلكترونية. نحاول أن نجعل مشاهد قناة اليرموك على علم وعلى اطلاع بكل ما يدور حوله من أخبار ومن أحداث في الساحة المحلية والإقليمية وكذلك العالمية. امبارح كنا في حلقة استثنائية خصصناها بالكامل يعني تقريبا للحديث عن حادثة صحيفة تشارلي إبدو ومسيرة باريس و نية الصحيفة، والتي تمت حقيقة بعددها مبارح بنشر مزيدا من الرسوم عن النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى صفحتها الأولى وطبعت حوالي 3 ملايين طبعة، مع أنها في السابق كانت تطبع 60,000، ونشرتها بشتى اللغات العالمية، أكثر من 12 لغة، يعني بمحاولة للإصرار على استفزاز مشاعر المسلمين والمس برمزهم الأول وقدوتهم الأولى النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا كنا نتحدث عن الخفايا في حادثة مقتل الصحفيين ابتداء، وثم التبعات التي حصلت بعدها، والتحليلات على فكرة ما زالت بعدها هي بأن هنالك لغز وهنالك يعني بعض التفاصيل التي كشفها الغرب قبل أن يكشفها العرب أو مسلمين أو غيره، من أن الحادثة فيها إن فيما يتعلق بعدم تساقط دماء من رأس اللي يعني اطخه من مسافة صفر، ولم يسقط ولا قطرة دماء، وحتى رأسه وكأنه لم يصبه أي شيء، مع أنه رصاصة ربما تؤدي إلى تفجر رأسه، بالإضافة إلى أنه الشارع كان خالي من كل شيء، من الأمن ومن المارة ومن كل شيء، وسيارة الشرطة انسحبت، وكل هذه الأمور هذه كلها مش عبثية. حتى وإن تم بعد نهاية الحلقة مباشرة مبارح الإعلان من تنظيم القاعدة بتبني هذه العملية، أعتقد أنه يعني هو تبني يعني كنهج القاعدة الدائم الذي دائما ما لا يخدم قضايا الأمة ولا يخدم الإسلام، إما يعني بربط كل هذه الأحداث مع بعضها البعض، إما أن القاعدة مخترقين، وهذه مقولة قديمة يعني من أحداث 11 سبتمبر، أو أنه يعني القاعدة عبارة عن يعني أداة تقوم بنفس التفكير الذي يفكر به المتآمرين على الأمة الإسلامية، وتنفذ ما يطلبوه أو بدون طلب منهم، ولكن تنفذ الأجندة التي تخدمهم والتي تحارب بها الإسلام والمسلمين سواء في بلاد الغرب أو حتى في بلاد الإسلام. إذن يعني ما تحدثنا به يمكن يعني امبارح ما أتوقع أنه بعد إعلان القاعدة عنه أصبح غير صحيح أو غير واقعي أو غير دقيق، لا هو يعني منطقي وضمن المنطق، وحتى من أحداث 11 سبتمبر لغاية الآن احنا صار لنا حوالي 14 سنة عن هذه الحادثة، ولغاية الآن ما حدا عارف مين اللي عملها بمعلومات مؤكدة ومعلومات صريحة، وما زال الحديث عن أنه يعني حتى لو قامت القاعدة بتنفيذها ولكن كان ذلك إما بتنسيق أمريكي أو بتجاهل وبتركهم. نفس الشيء في موضوع داعش، موضوع صراحة صعب جدا يعني تحليله وتفكيكه وتبسيطه صعب جدا، موضوع معقد، علاقة القاعدة وداعش الآن بالاستخبارات العالمية وعلى رأسها الاستخبارات الأمريكية والأجندة التي يقومون بها تفسيرها. لو نجيب الآن 5 يعني خبراء في مجال الجماعات الإسلامية والتحليلات الاستخبارية، لو جبنا 5 رح ناخذ أقل شيء 6 آراء عن هذا الموضوع، لأنه ما في توحد أبدا بهذه القضية. على كل حال نحن المتضررين من نهاية كأمة محمد عليه الصلاة والسلام والمسلمين، والمستفيدين هم اليهود، ونتنياهو يستغل مثل هذه الظروف ويستغل مثل هذه الأحداث، والآن هو يقوم بتوسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة لاستيعاب اليهود الفرنسيين. الآن هو يطالب اليهود في فرنسا بأن يعودوا وأن يقيموا بإسرائيل كونها هي وطنهم الأصلي، يعني كما يتحدث معهم نتنياهو، وهو طلب حقيقة من الذين يعني من اللي ماتوا من اليهود بأن يتم دفنهم في فلسطين المحتلة، وقام بإحضار يعني جثثهم لدفنهم هناك وليس في فرنسا في موطنهم الأصلي وفي بلدهم، هم جنسيتهم فرنسية. وبعدين بحكي لك ما تدخل السياسة بالدين، واليهود وإسرائيل يعني كل سياستها هي عبارة عن تداخل ما بين الدين
السياسة، وحتى الفرنسيين نفسهم منزعجين، يعني منزعجين من نتنياهو، منزعجين من تدخلاته، ومنزعجين من دعواته لمواطنين البلد دولة فرنسا بأن يقيموا بإسرائيل وأن يدفن موتاهم فيها. على كل حال ربما هذا هو واقع يعني السياسة في هذا الزمان، بأنه إحنا دائما نتضرر من كل الأحداث ومن أي حادث أو طارئ يحدث في العالم، وإسرائيل يستفيدوا منها. ويمكن امبارح برضو حكينا بأنه في إحدى المرات نفس الصحيفة التي تدعي بأنه هي يعني ما عندها أي سقف وتقوم باللي بدها إياه بدون أي رقيب عليها، وكذلك يعني من دافع عنها من قيادات عرب أو مسؤولين من حكومات أو صحفيين أو ناشطين أو غيره، بأنه وأخرهم الولايات المتحدة الأمريكية التي دافعت عن حق صحيفة شارلي إبدو برسم الرسول عليه الصلاة والسلام وأكدت أنه هذا حق لها. قامت نفس رسام يعني بنفس المجلة هذه قام يعني التشكيك بالمحرقة اليهودية على أيدي النازيين في أوروبا، تم فصله مباشرة، تم فصله ولم يتم الحديث وقتها عن أي حرية رأي. ووقتها أيضا نتنياهو قام مباشرة بالاتصال مع المجلة ومع الدولة الفرنسية ومع الرئاسة للتهديد بأنه يجب وقف هذه المهزلة، وتمت الاستجابة. هذا كلامي يعني بس يدل على الخلاصة، بأنه لو عندنا قيادات حريصة على شعوبها وحريصة على أمتها وحريصة على دينها كما هو نتنياهو حريص على شعبه وحريص على كيانه المغتصب وحريص على دينه، لكان وضعنا أفضل بكثير، ولكانت ردود الفعل مش بحاجة إحنا لقاعدة ولظهور قاعدة حتى الدافع عن الرسول عليه الصلاة والسلام أو الدافع عن حرمات المسلمين كما هي داعش أو وأخواتها، وإنما كان عندنا قيادات ربما نلجأ لها لكي تأخذ حقنا وتنصف أمة محمد عليه الصلاة والسلام. هذا هو الخبر الأبرز الذي ما زال يعني طارئ على الأحداث. وبالمناسبة بكرة يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة في المسجد الحسيني في وسط البلد رح يكون هناك مسيرة بعنوان إلا رسول الله، ستتوجه إلى السفارة الفرنسية لإيصال رسالة يعني بأن الشعب الأردني موقفه واضح وهو يعني ما في أي شك فيه، ولكن كيف ستكون هذه الرسالة؟ هل ستكون حشود على مستوى الحدث؟ الله أعلم. هي دعوة لأنه واجب علينا كلنا أنه نساهم بإنجاح هذه الفعالية، لأنه عنوانها سامي وهو بعيد عن كل الشعارات السياسية الحقيقة، ولذلك هي دعوة لأن نقوم بأقل واجب بأن نظهر هذا التعاطف وأن يعني نقول كلمة غاضبة لفرنسا وللعالم المنافق الحقيقة، والذي تبين وثبت ذلك بعد مسيرة باريس. اليوم رح نكون أيضا باستعراض سريع لصحفنا المحلية، رح نشوف أنه ما في أخبار كثير مهمة، ما في كثافة في الأخبار اليوم الخميس، وحتى من بعد العاصفة هدى لغاية الآن الصحف تصدر بجزء واحد فقط في أغلبها. اليوم يمكن صدرت الرأي والدستور بجزئين، باقي الأيام بجزء، والأخبار هي يعني قليلة، ولكن رح تكون أخبارنا في الحلقة كثيرة وكثيفة من خلال استعراضنا لأكثر من أخبار الصحف وعرضنا لمجموعة متنوعة من الفيديوهات من هنا وهناك، والتي سنبتدئ وننطلق بها بعد قليل. فتفضلوا مشاهدينا الكرام بالبقاء معنا. كم من جديد إذن في وسط البلد، والبداية طبعا باستعراض الصحف المحلية، نضعكم بصورة أبرز وآخر الأخبار والتطورات. وبالمناسبة يعني من امبارح بالليل بدأ تساقط كثيف للأمطار في معظم أنحاء البلاد، وتساقط للثلوج خاصة في المناطق الجنوبية والمناطق المرتفعة في عجلون وفي جرش، يعني في مناطق سكرت يعني في الجنوب في الشوبك على وجه التحديد، وسنضعكم في صورة يعني التطورات الجوية خلال سياق الحلقة. ولكن نبدأ باستعراض الغد، والخبر والعنوان الرئيسي كان عن مهاتفة ما بين الملك وبوتين. الملك وبوتين يدعوان لاستراتيجية شاملة لمواجهة التطرف. أيضا التطرف والإرهاب هو الموضوع الذي يعني يتصدر المشهد على المستوى السياسي الرسمي الأردني في كل المحادثات، هو الموضوع الأول، موضوع التطرف والإرهاب. وكان هنالك أيضا يعني لقاء للملك مع ممثلين القطاعين الطبي والصناعات الدوائية أمس، جلالته يوجه لمعالجة تحديات القطاعين الطبي والدوائي، ويستقبل ذوي الشهيد ديزريغات شهيد الدرك يعني وهو شهيد الواجب، وتم تكريم
لذوي هذا الشهيد واعتزاز من الملك وفخره بشهيد الواجب وبجميع منتسبي القوات المسلحة. أيضا من الأخبار، ثلثا اللاجئين السوريين في الأردن تحت خط الفقر. هذه دراسة للمفوضية الأمم المتحدة للاجئين بيّنت بأن وضع اللاجئين السوريين في الأردن يعاني من تدهور واضح، وأن ثلثيهم يعيشوا تحت خط الفقر الوطني. كما بيّنت برضو هذه الدراسة اللي كشف تفاصيلها المفوض السامي للأمم المتحدة للاجئين أنطونيو غوتيريز بمؤتمر صحفي اللي هو موجود في عمان بالمناسبة، بأنه واحد من بين 6 لاجئين سوريين يعيشون في فقر مدقع. وأظهرت الدراسة برضو أنه أكثر من 84% من أصل 620 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى المنظمة الأممية في الأردن يعيشوا خارج المخيمات الرئيسية، وهي الأزرق والزعتري والإماراتي، وأوضاعهم سيئة للغاية وبشكل متزايد، بحيث تستنفذ مدخراتهم ومواردهم الأخرى تدريجيا. يعني أوضاع صعبة للمواطنين الأردنيين، وأوضاع صعبة أكثر طبعا للاجئين السوريين المقيمين في الأردن، والله يكون في عونهم، يعني خاصة في هذا البلد يعني القارس. وهذا صورة كانت لمخيمين، للاجئين في مخيم الزعتري، ويعني ظروف صعبة وصعبة جدا، ولكن يعني محاولات لبذل بعض الجهود لتذليل هذه العقبات من المتطوعين سواء كانوا سوريين أو أردنيين، حتى في يعني العديد من اللجان التطوعية والأعمال التي تساعد السوريين من تأمين الحاجيات الأساسية للبقاء على قيد الحياة. يعني مش موضوع ترف، وإنما إبقائهم على قيد الحياة من خلال تأمين صبات، مدافع، يعني بطانيات وحرامات، يعني مستلزمات. الحمد لله رب العالمين، على الأقل أكيد الوضع سيء عندهم، ولكن على الأقل لم يتوفى أحد، يعني بحمد الله سبحانه وتعالى، في العاصفة الثلجية الأخيرة، عكس ما حدث في لبنان وعكس ما حدث برضه في سوريا من اللاجئين السوريين. في سوريا حوالي أكثر من، يعني يمكن وصل العدد لـ50 إذا أنا مش غلطان، وفي لبنان كان في أكثر من 5 برضه يعني توفوا من البرد، من الصقيع. في الزعتري يعني ظروف مش نموذجية، ولكن أيضا الحمد لله ما توفى حدا، وهنالك يعني على الأقل هذا دلالة على أنه في على الأقل متطلبات الحياة، البقاء على قيد الحياة موجودة في الأردن، وحال صعب يعني ومعروف ولا يخفى على أحد. الظواهري ينافس البغدادي على قيادة التطرف. يعني زمان كان في أسامة بن لادن ونائب الظواهري، أسسوا تنظيم القاعدة، قام بالعمليات سواء في 11 سبتمبر أو في بعض المدن والعواصم الأوروبية، وثم ظهر لنا تنظيم يعني الدولة، ويعني بتدريج معروف طبعا ابتداء من الزرقاوي ووصولا للبغدادي. وهذه المنافسة إذا بعد غياب لافت عاد زعيم تنظيم القاعدة المتطرف حسب كلام يعني هنا الغد أي من الظواهري إلى الأضواء التي سرقها منه متزعم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، الذي يسيطر مسلحوه على أجزاء واسعة من العراق وسوريا. طبعا معروف أن القاعدة تراجع يعني نفوذها وتأثيرها مؤخرا بعد أن استحوذت داعش على يعني كل الأضواء بعد الانتصارات اللي حققتها مؤخرا، و يعني القاعدة بطلنا نسمع فيها كثيرا حتى ظهرت هذه العملية اللي هي في اليمن، والتي تبناها قاعدة الجهاد في جزيرة العرب والمتحصن الآن في اليمن على وجه التحديد. ويعني قالوا أنه هم من قاموا بتنفيذ هذه العملية بتوجيهات وتخطيط وتمويل من قيادة التنظيم وبأمر من زعيمه أيمن الظواهري. أعتقد أنه هذا الإعلان يعني يدل على سذاجة غير عادية. كان من الممكن أنه الخروج من هذا المأزق وعدم اتهام المسلمين بأنهم من قاموا بهذا العمل، والتأثيرات البالغة لهذه العملية على الجاليات الإسلامية في أوروبا وفي كل الدنيا، والنظرة العدائية للإسلام اللي هو يروج نفسه بنفسه بالنهاية. يعني حتى لا ظواهري ولا قاعدة ولا غيره ممكن أن يشوه الإسلام، لأنه هو عنده الآليات الذاتية لكي يتوسع ولكي ينتشر، ولذلك هو أكثر دين في العالم ينتشر في أوروبا وفي العالم، يستقبل العديد وملايين المنتسبين الجدد له عن قناعة. وهؤلاء طبعا يكونوا يتفوقوا علينا نحن اللي انولدنا مسلمين، واللي يمكن لو الله أعلم يعني لو العديد من العينات يعني وهذه الحالات اللي بنشوفها اللي هي
يعني هو مسلمين بالهوية لكنهم أبعد ما يكونوا عن الإسلام. وزي ما حكى امبارح أحد ضيوفنا على الهاتف بأنه إحنا من باب أولى كأمة محمد عليه الصلاة والسلام أنه نزعل ويعني ربما نستفز ليس من عندما يقوم الغرب بالإساءة إلى ديننا والإساءة إلى رسولنا، وإنما لما أبناء المسلمين نفسهم يسيئوا مش للرسول وإنما يسيئوا لربنا من خلال يعني مسبات ويعني سب ذات الإلهية الموجودة في عمان وموجودة في كل محافظات بلدنا للأسف، اللي إحنا نعتبر يعني مجتمع محافظ وقيسوا عليها باقي البلدان العربية والإسلامية، يتم الاعتداء على الله سبحانه وتعالى من المسلمين وما حدا بيحكي. والآن لو واحد يسمع تكفير بالشارع ما حدا بيتدخل، أما يعني برضو في تناقضات يعني موجودة وللأسف واقعنا صعب وصعب جدا. طبعا لا نعمم وهذه يعني موجودة وحالات، لكن بالنهاية حتى يعني اللي بيكفر بعتقد واللي من المسلمين لما يعني في يصير في إشي مس بالدين حقيقي من الخارج لا برجع. ويعني عشان هيك المس بالنبي عليه الصلاة والسلام مش مسألة إنه المتدينين هم اللي بتضايقوا منه أو اللي يتم استفزازهم فيها، لا، وإنما هذه مسألة يتساوى فيها حتى غير المتدين واللي ما باع عمره ما صلى بحياته ما برضى إنه يتم إهانة النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الشكل. لكن القاعدة يعني الله يسامحهم يعني فوق مهمة يقوموا بهذه العمليات الإرهابية وأيضا يصروا على تبنيها، طب خليها مجهولة يعني إذا عندهم شوية حنكة، يعني إذا هم فعلا قاموا فيها وبدون اختراق. يعني حكينا في البداية يمكن صعب تحليل موضوع القاعدة واختراقه من المخابرات العالمية أو أنه مخترق أو أنه هو يقوم ويؤدي الواجب لحاله، نفس التفكير يعني هم عارفين كيف يشوهوا الدين بدون ما حدا يخترقهم، لو تركوها معومة على الأقل. أما بهذا الشكل يعني أكدوا التهمة على الإسلام يعني بوجهة نظر الغرب، لكن هي في الحقيقة على بعض المسلمين الذين لا يفهموا من الدين يعني الشيء الكافي ليعرفوا كيف ينشر هذا الدين وكيف يتم الثأر لكرامة المسلمين. يا ريت لو هاي العملية كانت في تل أبيب كان ما حدا زعل، لو كانت في تل أبيب وتبناها الظواهري يعني لنحييه على هذه العملية، لكن هذه العمليات كلها في أوروبا وفي مناطق استضافت المسلمين والمسلم يعيش فيها، صح في بعض يعني جزئيات معينة يعني فيها تفرقة، ولكن التفرقة حتى موجودة في بلادنا لو كان مش على الدين على أسس أخرى غير الدين، لكن بالنهاية هذه الدول استضافت المسلمين والمسلم أغلب شباب المسلمين في العالم الإسلامي يتمنوا الوصول إلى هذه الدول، فروح إحنا يعني نسيء لهم بهذه الطريقة شيء يعني غبي جدا يعني. والقاعدة ستبقى عليها 900,000 علامة استفهام حتى تحارب إسرائيل وحتى نجدها تفجر في تل أبيب ونجدها تقتل من القيادات العسكرية الإسرائيلية، وقتها ممكن يخلونا نعيد النظر، لكن بكل من تأسيسها لغاية الآن لم يصدر مثل هذا الشيء. وحتى داعش الآن ما عمرها جابت سيرة يعني إسرائيل في كل ممارساتها، أو حتى إيران يعني لو يوصلوا لإيران يعني لو يوصلوا لطهران ويهددوا طهران أو يوصلوا لدمشق أو لبغداد، لكن هم يستقوا على السنة أكثر ويستقوا على هناك في يعني في كردستان وعلى الحدود من تركيا وغيرها، يعني كلها أجندات مشبوهة ما يعني مستحيل الواحد يقتنع فيها بالناحية المنطقية حتى لو ما غاص بالتفاصيل. يوصلوا لبغداد، دمشق، طهران، تل أبيب، وقتها بيتم إعادة النظر. أوباما يسعى لتفويض رسمي لمحاربة داعش، هذا ما يسعى إذن له الرئيس الأمريكي باراك أوباما مع المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس من أجل تفويض رسمي لاستخدام القوة العسكرية ضد متشددي تنظيم داعش، ويعني تستمر الحرب على داعش. وإدارة أوباما هي قالت بأنه يعني حملة الضربات الجوية المستمرة من حوالي 5 شهور في العراق وسوريا ضد داعش هي قانونية استنادا لتفويض في عهد بوش الابن لحرب العراق ومحاربة تنظيم القاعدة، يعني نفس هذا التفويض استمر لأنه هو مفتوح لمحاربة تنظيم القاعدة. على كل حال الجميع يعلم ويعرف بأنه هذه الحرب بعنوان حرب على الإرهاب وحرب على داعش، ولكن الاستهداف أكبر من ذلك بكثير، وفرنسا ساعدتنا حتى توضح الصورة أكثر من ذلك. ورح نشوف الآن في خبر في إحدى الصحف الأخرى بأنه أمريكا تبرر لصحيفة شارلي القيام بما قامت به من يعني نشر لهذه الرسوم المسيئة، وأمريكا هي رأس الأفعى بالنهاية وهي رأس الكفر وهي رأس الداعمين لكل ما يمس بالإسلام ويحاولوا
من خلال كل ذلك طبعا بدهاء وبتغطية على العناوين الرئيسية. ولو تم القضاء على داعش زي ما بنحكي دائما، ولو تم قطع رأس البغدادي زي ما كان الظواهري مشكلة، عامل مشكلة زي ما كان أسامة بن لادن عامله مشكلة، ظهر كان الظواهر موجود، ولو برضو الظواهر كان عاملهم مشكلة ويفجر ويعني يعتبر رأس التنظيم الإرهابي، ظهر عندنا أبو بكر البغدادي ومن قبله الزرقاوي، ورح يروح ويجي غيره، ورح يجي أكثر من أسوأ منه يعني من ناحية التطرف، لأنه لا يتم معالجة الأسباب من جذورها وإنما من قشورها. آخر خبر على الغد، تحذيرات من الآثار السلبية لرفع الكهرباء على القطاعات الاقتصادية. برضو هذا جايينه الخبر في يعني أنباء عن يعني تحرك نيابي، لكنه أتوقع أنه تحرك نيابي يائس، وسئمنا ومللنا من كل من يدعي مثل هذه التحركات. طبعا الآن 600 كيلو وات الزيادة اللي بتكون بنسبة 15% على اللي بيستهلك أكثر من 600 كيلو وات بالشهر، ولكن زي ما بنحكي يعني وصارت المعلومة معروفة وواضحة بأنه ممكن المنازل ماشي ما حدا يستخدم من الطبقة الفقيرة أو المتوسطة أكثر من هذا الاستهلاك اللي هو 50 دينار. بالمناسبة أتوقع أنه في كثير ناس من الطبقة الوسطى بيستخدموا أكثر من 50 دينار، يعني مش معناته اللي فاتورته 60 دينار أنه هو غني. في يعني الآن متطلبات الحياة الأساسية مش الرفاهية وإنما الأساسية تستهلك كهرباء بهذا القدر، ويكفي موضوع التدفئة يعني بدل من الكاز والغاز في ناس بيستخدموا الكهرباء وهذه بترفع من الفاتورة. لكن لو بدي أفترض يعني دقة الكلام، المصانع اللي بتصنع لنا كل شيء بالحياة، يعني خلينا نحكي في من المنتجات الأردنية أي شيء بتصنعه، أو المولات اللي بتبيع أي شيء، عندهم هامش ربح، هم بده صاحب المول أو صاحب المصنع بده ربح مبلغ معين، مثلا 1,000,000، زادت عليه فاتورة الكهرباء نقص هذا 1,000,000 صار 800,000 بدل 1,000,000، هذول 200,000 مش راح يسامح فيهم، بده يجيبهم لأنه بده يجيب بالربح إذا ما بده يزيد كمان. فهذه 200,000 راح تتوزع على السلع اللي بيبيعها سواء كانوا مصانع أو متاجر، وبالنهاية إحنا أو المواطن يعني الغلبان هو اللي راح يدفع هذه الزيادة وهذه الفرقية بالكهرباء. يعني المعادلة اقتصادية وواضحة، ولكن الحكومة بتحاول أنها تلتف عليها وتوحي للشعب بأنه إحنا لا، إحنا حريصين على مصالح الطبقة المتوسطة والفقيرة. وهذا كله كلام سمعناه كثير من نسور، والحال لا يخفى على أحد بعد كل هذه التصريحات. على كل حال رح ناخذ وقفة قصيرة إن شاء الله، ورح نستمر معكم بفقراتنا، فابقوا معنا. مستمرين معكم إذن مشاهدينا، واستعرضنا بداية صحيفة الغد، ونتابع أيضا بشكل سريع صحيفة الدستور وأبرز الأخبار اللي أطلعتنا عليها. الخبر الرئيسي كان عن أيضا الملك شهداء الواجب كوكبة من أبناء الوطن، مثلوا بصدق شعار الجيش العربي، وذلك خلال استقباله لذوي الشهيد الدركي زريقات، وإشارة لي أيضا اتصال هاتف مع بوتين، والتأكيد على التصدي للفكر المتطرف ضمن استراتيجية شاملة الأبعاد. أيضا في خبر آخر للدكتور عبدالله نسور، نسور اجتماع لتقييم تجربة إدارة الأزمة خلال العاصفة الثلجية اليوم، وهذا ما سيعقده مجلس الوزراء خلال جلسته الاعتيادية أو اللي عقدها عفوا امبارح في مقر المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات. هذا المركز اللي هو يعني يأتي بهدف الاستفادة القصوى من الدور القيادي للمركز في مواجهة الظروف الطبيعية واستشراف الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تهدد الأمن الوطني للمملكة، واللي احنا حكينا عنه وعرضنا لكم يمكن صور عن هذا المركز اللي قام هو بإدارة العملية خلال من العاصفة الثلجية، وأي تهديد سواء كان طبيعي أو تهديدات سياسية أمنية لا سمح الله هو المسؤول. ما بعرف إلى من يتبع هذا المركز، يعني هل هو تابع لرئيس الحكومة ولا لا، لأنه يعني رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات هو الأمير علي، ونائب الرئيس هو اللواء الركن المتقاعد رضا البطوش،
هل يعقل انه الامير علي يكون تابع لرئيس الحكومه؟ ما ظنيت، يعني ما بعرف كيف يعني الا من يتبع، لانه في عنا ثلاث سلطات في كل دول العالم، قضائيه وتنفيذيه وتشريعيه، وتنفيذيه هي التي يقع تحتها يعني باقي مؤسسات الدوله بشكل عام. فهل هذا المركز مع انه هو يعني يتضح انه هو اعلى من الحكومه في فيما يتعلق بهذا الملف؟ الله اعلم، يعني لسه لغايه الان يمكن المعلومات مش كثير مفصله عنه، وما اتوقع انه المعلومه سهله يعني بانه نعرف هذه التفاصيل. على كل حال ايضا في استعدادات لاستضافه الاردن، الاردن راح يستضيفوا كاس العالم للسيدات. بعرف وين راح يستضيفوهم، يعني انو الملاعب اللي عندنا اللي راح يستضيفوهم فيها، نعمل كاس عالم عندنا في الاردن، ويعني ملعبنا حالها يعني للحارات اذا بتنفع الملاعب الرئيسيه لدور الحارات، يعني ما بعرف. في برضه اذا بطوله كاس العالم للسيدات في الاردن. غوتيريز اللي هو المفوض السامي للامم المتحده لشؤون اللاجئين بيقول انه طلبت 2.9 مليار دولار دعم للاردن لمواجهه اعباء اللجوء السوري. يعني بعرفش ليش اشمعنا 2.9، كان طلب 3 مليار مثلا يعني، وهل هذا عباره عن تسكين بس هيك يعني كلام بكلام انه والله طلبنا لكم مصاري و خلينا نشوف شو بيصير؟ ما اتوقع انه يجي للاردن هذا المبلغ طبعا الكبير جدا. وحتى المبالغ اللي تيجي للاردن فيما يتعلق باللاجئين ما هي ما بتدخل على الموازنه اصلا. يعني احنا بنسمع صح انه والله الحكومه تصرف على اللاجئين السوريين، او مثلا ميزانيه وزاره التربيه والتعليم مش عارف قد ايه صرفوا على اللاجئين السوريين. طبعا من وين جابوا المبلغ ما بعرف، ولا عمره يعني في كان تقرير حكومي دقيق فيما يتعلق باللاجئين السوريين. ولما يجي دعم واحنا ما بنعرف اصلا يعني امتى بيجي الدعم وقد ايه بيجي الدعم، وما بيروح على الخزينه. يعني لو بيدخل على الخزينه كان بيصير المساله واضحه. ما اتوقع انه اللاجئين السوريين كلفونا مثل ما يتم يعني التصريح فيه من قبل الحكومه، ولما الاثار هي اثار جانبيه قياسها برضه بده تحليل وبده تقارير يعني ودراسات، مثل يعني سوق العمل كم دخل منه السوريين وحرم منه مواطنين اردنيين وغيره. ولكن بشكل عام البطاله كانت موجوده قبل اللاجئين السوريين، يعني مش هم اللي خلقونا موضوع البطاله، وقبل الازمه السوريه ما كانش في عندنا اي بطاله. ما اتوقع المعدل نفسه وميزت حتى السوريين انهم يعني خلقوا وظائف وخلقوا فرص عمل جديده، وهذه كدليل على انه الجينات يمكن او طبيعه يعني المواطن السوري شغيل اكثر من الاردني، وهذه معروفه يعني مش ما اتوقع انها محل جدال. وبدليل انه كل هذه الوظائف اللي اشتغلوا فيها السوريين ليش ما الاردنيين من قبل، يعني خلينا يعني نتذكر الحال في الاردن قبل الازمه. يعني لو بنحكي مثلا في 100,000 سوري بيشتغلوا الان، طب لو كان ليش الاردنيين ما كان استغلوا هذه 100,000 فرصه جديده للعمل؟ واتوقع دائما بحكي انه ممكن الاستفاده من السوريين بشكل اكبر بحيث ينفعهم وننفعنا لو نعمل مصانع برؤوس اموال اردنيه، يعني بالنهايه وللدوله الاردنيه تقدم الارض وغيره، وهم يقوموا بالعمل وبالابداع اللي كانوا يعملوا فيه. ومصانع حلب كانت معروفه بتصديرها، وكانت سوريا عندها اكتفاء ذاتي يعني بفضل خبره شعبها. وايضا الزراعه لو نخليهم يزرعوا يعني اراضي زراعيه يستصلحوها، ما بعرف، اتوقع يعني انه من الممكن الاستفاده بشكل افضل. وبدل ما يضلوا الشباب عاطلين عن العمل سواء كانوا سوريين او اردنيين، ممكن تشغيلهم وممكن يعني نتحول لمجتمع انتاجي اكثر من هو استهلاكي. الاستهلاكي اللي شفناه يعني بطوابير الخبز وبالمولات الرفوف اللي خلصت، لانه احنا متعودين بس نشتري، بس شو احنا بننتج؟ ما بننتج شيء، كله بنستورده ويذهب الى الاستهلاك. عشان هيك صرنا احنا مجتمع يعني استهلاكي، سواء المجتمع الاردني وباقي يعني اغلب المجتمعات العربيه والخليج طبعا حدثوا ولا حرج. فيما يتعلق بقضيه ابو خديجه الذي توفي في حادث شمساني المعروف، الضمان مؤسسه الضمان تتابع باهتمام قضيه وفاه ابو خديجه اثناء العاصفه الثلجيه، ومبادره جيده بتخصيص راتب التقاعدي لورثته. هذا ما اكدته اذن المؤسسة الضمان بمتابعتها باهتمام بالغ للقضية عامل توصيل الطلبات المرحوم محمد أبو خديجة، واللي يعمل يعني لذكر هذه المرة في الجريدة لمطعم البرجر كينج كما هو معروف،
وتوفي أثناء تقديمه أو توصيله للطلبات. على كل حال أيضا هنا في إشارة إلى أن القاعدة في اليمن هي تبنت عملية باريس واللي نفذت بأمر مباشر من الظواهري. والخبر يعني الأخير اللي رح ناخده هو يتعلق بالقضية الفلسطينية. الاحتلال يخطط يعني الربط ما بين عملية باريس وإسرائيل وكيف يستفيد منها نتنياهو. الاحتلال يخطط لتهجير يهود فرنسا ويعني مستوطنات يسمن المستوطنات لاستيعابهم. وهنا النية لتوسيع هذه المستوطنات لاستيعاب يهود جدد من فرنسا ومن أوروبا. وهذه صورة لزيارات لحاخامات ومستوطنين يعني يواصلوا أيضا جولاتهم الاستفزازية للحرم القدسي الشريف. عشان ناخذ تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع وعن كيفية التعاطي الإسرائيلي مع يعني عملية باريس وكيف استفاد منها نتنياهو، رح نذهب إلى فقرتنا بالعبري مع الخبير في الشؤون الصهيونية علاء الرماوي بعد قليل. مع علاء الرماوي. علاء السلام عليكم. وعليكم السلام، يعطيك العافية نال، وصباح جميل لجميع المشاهدين. الله يصبحك بالخير علاء. ومن زمان يعني هدى يمكن فرقتنا وبعدتنا شوي خلال الفترة الماضية، الآن نعود ويمكن في تطورات كثير يعني حصلت خلال الأيام الماضية، ولكن ربما عملية باريس هي من يتصدر المشهد ومشاركة نتنياهو بالمسيرة وثم استغلاله للحدث بيعني جلب الجثث لدفنها في الأراضي الفلسطينية المحتلة والآن لتهجير يهود فرنسا. توصف لنا المشهد الآن كيف يتم وكيف هي الرؤية الإعلامية الإسرائيلية لكل هذه التطورات؟ نعم ينال، بياض هدى وثلجها الناصع رشق ليلة أمس بدم فلسطينيين في منطقة الخليل تحديدا. شاب فلسطيني يبلغ من العمر 17 عاما قتلته المكنة الاحتلالية في إطلاق نار مباشر فاستشهد، وكانت عملية القتل بحسب شهود العيان عملية مباشرة. وإن حاولت الشرطة الإسرائيلية اعتبار أن الشاب كان يحاول سرقة سيارة إسرائيلية، لكن كل مؤشرات القتل تشير إلى أن عملية إعدام لهذا الشاب الفلسطيني. المنطقة التي قتل فيها هذا الشاب هي منطقة جوش عتسيون، والتي اعتاد الجيش الإسرائيلي أن يطلق النار على الفلسطينيين فيها. لدينا أكثر من 6 محاولات قتل الفلسطينيين في 4 شهور فقط في منطقة جوش عتسيون. نحن نتحدث عن منطقة باتت تسمى في الأجندة الفلسطينية بأنها منطقة إعدام بطيء للفلسطينيين. شهيد آخر ارتقى في منطقة رهط أيضا على يد الشرطة الإسرائيلية، شاب فلسطيني يبلغ من العمر 21 عاما قتلته المكنة الإسرائيلية الاحتلالية في منطقة رهط. طلب الصانع قال لنا بأن عملية القتل تمت على طريق الإعدام المباشر من قبل الشرطة الإسرائيلية لثاني شاب خلال شهرين فقط يتم قتلهما في مناطق المحتلة عام 48، والتي دائما تشير إلى مقال أهرونوفيتش على الشرطة الإسرائيلي أن يظل حاضرا إصبعه على الزناد يقتل إذا أشعر بأن هناك خطرا يلاحقه. يعني ذلك أننا أمام تعبئة القتل وتعبئة الإعدامات للفلسطينيين دون رحمة. إذن شهيدين، ليلة أمس كانت ليلة دامية بكل امتياز. الإضراب العام يعم منطقة رهط والنقب، وهناك توقع لمواجهات في منطقة النقب خاصة، وأن البدو أعلنوا الشاب شهيدا، ويتوقع أن تخرج مسيرات حاشدة اليوم في تشييع الشاب إذا سلمت الشرطة الإسرائيلية الشاب الفلسطيني. هذا على صعيد القتل الإسرائيلي. كان هناك أيضا تصريحا لدانينو قائد الشرطة العام، وكان التصريح لافتا، اعتبر أن المسجد الأقصى يوازي في خطورته على إسرائيل القنبلة النووية، وشن هجوما كاسحا على أعضاء الكنيسة اليمين الذين يحاولون دائما اقتحام المسجد الأقصى، وقال لهم أنتم تعبئون الموت لقتل الإسرائيليين في اقتحاماتكم للمسجد الأقصى. هذا المسجد الأقصى سيثير علينا حربا
تمتد من القدس وصولا إلى منطقة باكستان وأفغانستان. نحن نتحدث هكذا يقول دانينو. من أراد أن يسألني ما هو الخطر الاستراتيجي على إسرائيل قال العبث في المسجد الأقصى، دعوا الأقصى للمسلمين، اتركوا هذه الإثارة لحالة التفجير في المنطقة من خلال محاولة تغيير الوقائع على الأرض. قال ما خبرناه في الأسابيع الماضية من انتفاضة مقدسية كانت تشير كلها إلى حالة التعبئة غير المسبوقة ضد الإسرائيليين. طالب الحكومة الإسرائيلية وطالب نتنياهو شخصيا وطالب اليمين الإسرائيلي أن يكف عن العبث في قنبلة المسجد الأقصى. إذن ينال لدينا نحن الآن قنبلة نووية تزن المسجد الأقصى في حال مست إسرائيل المسجد الأقصى وأعادت الاعتبار لحالة المس كما كانت تحاول. وهنا على المجتمع العربي والإسلامي ينال أن يدرك ماذا تقوم به المؤسسة اليمينية الإسرائيلية. كان هناك مخطط إسرائيلي خلال الثلاثة أيام الماضية بضم المسجد الأقصى لما يسمى بدائرة أراضي إسرائيل. هذا المخطط هدفه أن يتم مصادرة 55 دنم بما فيها بعض أجزاء قبة الصخرة لمشروع احتلال صهيوني تلمودي على ساحات المسجد الأقصى تبنى فيه القدس في وسط الخاصرة الشرقية للمسجد الأقصى. هذا البعد التخطيطي للاحتلال الإسرائيلي، هذه حركة اليمين الإسرائيلي اتجاه المسجد الأقصى. القوائم الانتخابية التي تم تشكيلها منذ 4 أيام حتى صبيحة هذا اليوم، كل هذه التشكيلات بما فيها تشكيلات حزب العمل هي تشكيلات يمينية مقرصة ومتعصبة إجرامية إرهابية، كلها ولغت من دم الفلسطينيين والمصريين والأردنيين على امتداد التاريخ الفلسطيني. نحن إذن أمام حالة يمينية كبيرة تحشد على المسجد الأقصى وتحشد على المسلمين. نعم يا نال. يعني الحقيقة واضح بأنه يعني على الأقل السياسة الإسرائيلية تعرف من أين تؤكل الكتف كما يقال، يعني وتستغل الأحداث والتطورات. برأيك هل القادم سيكون لصالح نتنياهو على الساحات المحلية الإسرائيلية وكذلك على الساحة العالمية؟ هل ترى أن نتنياهو يدير يعني الدفة بشكل احترافي وبشكل دقيق، يعني يخدم مصالح الدولة العبرية؟ نعم، دعنا ينال نتحدث عن هذا الملف بشيء من التفصيل، وهو من أهم الملفات التي تتداول استراتيجيا الآن في القراءات السياسية الإسرائيلية. نتنياهو سمي في الإعلام الإسرائيلي بالأجرب عندما ذهب إلى المسيرة التي سميت المسيرة ضد الإرهاب في باريس، والتي تحدثت إسرائيل عن أن هناك رفضا فرنسيا حقيقيا لمشاركة نتنياهو في المسيرة، لكن رجاء نتنياهو تكرار الاتصالات على الرئيس الفلسطيني، تدخيل بعض الوساطات من أجل الذهاب إلى فرنسا كان كبيرا. يقولون في السياسة الإسرائيلية، أنا أتحدث هنا عن الإعلام والصحافة والدبلوماسيين السابقين، يقولون بأن نتنياهو بارس حالة ابتذال من أجل المشاركة في المسيرة لباريس، حتى أن رئيس المعارضة الإسرائيلية شن هجوما قويا على رئيس الوزراء الإسرائيلي ووصفه بأنه قزم الحضور الإسرائيلي. قال بأن تقول الصحافة الإسرائيلية تحديدا القناة الثانية الإسرائيلية التي كشفت كثير من المحاور السرية التي دارت في الليلة قبل الأخيرة لمشاركة نتنياهو في باريس، قال القناة قالت بأن نتنياهو لم يكن مرغوبا فيه، وكانت فرنسا تخشى تحويل الحرب على الإرهاب إلى حرف إلى مسارات الحرب على الفصائل الفلسطينية والصراع العربي الفلسطيني. وقالت أيضا بأن نتنياهو مس الثوابت الفرنسية في مسألة القاعدة المجتمعية التي تضم كافة الأعراق من خلال دعوة مباشرة لليهود الفرنسيين والأوروبيين بشكل عام للهجرة إلى إسرائيل، مما اعتبر بأنه ضربة للرئيس الفرنسي. الرئيس الفرنسي كان غاضبا جدا، وكان دليل ذلك امتناع الرئيس الفرنسي من المشاركة في سماع كلمة نتنياهو في الكنيس الكبير في منطق في باريس، والذي اعتبر بأنه أحد المؤشرات للسقط الأوروبي على أداء نتنياهو وحكومته فيما تعلق بالحرب. الآن محاولة نتنياهو هو التغيير صناعة صور ينال. الصورة هي تقوم على ركنين، المقاومة الفلسطينية ربطها بالإرهاب العالمي، والبعد الثاني هو إعادة الاعتبار لمنهجية التحالف كما تقول صحيفة هارت العربي الأوروبي الإسرائيلي في مواجهة ما يسمى بالإرهاب بين قوسين المقاومة الفلسطينية. هناك أيضا يا
ينال في هذه الساعات والأيام التي نتحدث بها. هناك جهدا يقوده أفيغدور ليبرمان لصناعة ما يسمى بالتحالف الخليجي، وضع تحت الخليج 60 خط. الخليجي الإسرائيلي، والتي يبدو فعلا ليبرمان نجح في لقاءات مع قيادات خليجية كما تقول الصحافة الإسرائيلية، وتسلل سرا أفيغدور ليبرمان خلال الشهر الجاري إلى عاصمة عربية في الإشارة طبعا هنا إلى الإمارات، والتقى بعض القيادات الأوروبية. مهندس العلاقات هذه هو محمد دحلان، القيادي السابق في حركة فتح، والذي يقود ما يسمى الآن بتدجين العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي من خلال ربط دول عربية بهذا الكيان. البعد الآخر أردنيا الآن ينال نتحدث، كان هناك وفدا أكاديميا أردنيا زار من خلال ترتيب لوزارة الخارجية الإسرائيلية المناطق الفلسطينية المحتلة عام 48، والتقى بقيادات إسرائيلية قاتلة في منطقة القدس ومنطقة تل الربيع. هذه الزيارة كانت تحت ما يسمى تطبيع العلاقات بين العرب والإسرائيليين. الوفد الأكاديمي كان هناك صوت فلسطيني لوجوده تحديدا تحت قبة الاحتلال وتحت توجهات الاحتلال من خلال ما يسمى بزيارة المسجد الأقصى. إذا هذا الوفد لقى كثير من الصخط الفلسطيني ينال، وإسرائيل اعتبرته بأنه أحد بوابات التغيير في المنطقة في الشرق الأوسط وقبول الإسرائيلي فيه. وقالت بأن هذه وقالت المؤسسة تحديدا مؤسسة بيرس للسلام بأنها ستحاول عقد لقاءات موسعة ومؤتمرات كبيرة تضم أردنيين ومصريين في هذه المرحلة لتوسع الدائرة لوجود عرب من الخليج تحت قبة التطبيع العربي الإسرائيلي. حسبنا الله ونعم الوكيل، شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات، وربما معلومة أيضا يعني لا يعرفها الكثيرين عن هذه المشاركة الأردنية الأكاديمية مع يعني التطبيع يعني على كل الأصعدة حتى على الصعيد الأكاديمي. أنا شاكر جدا لحضرتك الزميل علاء الرماوي الخبير في الشؤون الصهيونية على كل هذه المعلومات التفصيلية والمعمقة والتي نذهب بها إلى عمق يعني مطبخ القرار الإسرائيلي وكيف يفكر وكيف يدير المشهد وكيف يجير كل شيء وكل حدث في العالم لصالحه ويستغله بالشكل الذي نتمنى أن نجد من يعني القيادات التي لا يعني ليس نموذج القيادات الصهيونية، ولكنها الحقيقة يعني حقيقة ومعلومة ما أتوقع فيه اختلاف عليها، أنها حريصة كثيرا على يعني مصالح شعوبها وعلى مصالح دولها وعلى مصالح دينها أكثر بكثير من القيادات والحكام العرب يعني بشكل عام. خلينا نأخذ فاصل ونواصل فقراتنا، فابقوا معنا.